لارا نبهان. لارا أهلا بك معنا. تداعيات إعلان إسرائيل اغتيال إسماعيل هنية على الداخل اللبناني. إلى الآن روناك ما زالت الناس تحاول أن تفهم المشهد بشكل واضح. ما زلنا لا نرى ردود فعل بالشوارع على الأقل بمنطقة البقاع، لأنه منطقة البقاع تتعرض لقصف عنيف منذ ساعات الصباح الأولى. كل البقاع هنا نتحدث خاصة بقاع الأوسط والبقاع الشمالي. إذا ما زلنا الآن بحالة ترقب، في تحذير من الناس يعني بين بعضهم، انتبهوا ابقوا في منازلكم، هذا ما نسمعه من أهالي المنطقة هنا. ولكن فعليا يعني أتى هذا التحذير منذ ساعات الصباح الأولى، لأنه كان في قصف مكثف على محيط كل مركز البقاع الأوسط، كان في قصف على المنطقة الشمالية في منطقة حزرتا، قصف على منطقة الكرك، وكذلك أيضا قصف على المنطقة الواقعة على سلسلة جبال لبنان الشرقية، إلى جانب كذلك مواقع أخرى بين كل هذه النقاط. نحن أمام تطورات ميدانية مقلقة، إلى جانب كذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. أكيد ما زلنا بانتظار أي بيانات توضح من حزب الله حقيقة ما يزعمه الجيش الإسرائيلي إلى الآن، ولكن نحن أمام صمت من حزب الله. بيانات حزب الله التي خرجت فقط تحدثت عن استهداف مناطق بإسرائيل، ويعني كان في بيان واحد تحدث بعد استهداف الضاحية على أنه لا صحة لإدعاءات إسرائيل بأن الضاحية أو ما يقصف هو مراكز عسكرية للحزب. هذا كل شيء صدر عن الحزب إلى الآن في حالة صمت مريب. الكل يسأل لماذا هذا الصمت إلى الآن؟ ليس من الواضح لماذا أيضا تتحفظ القيادات التي يمكن التواصل معها حتى الساعة على الأقل القيادات السياسية. كان في مصادر أمنية تحدثت لرويترز عن أنه أصلا الاتصال انقطع بالقيادات العسكرية للحزب في الساعات الماضية، كان مر عدة ساعات يعني أكثر من تقريبا يعني سنقارب الاثنتي عشرة ساعة وما زال في حالة صمت، وهذا أمر جدا يعني غير معتاد خاصة بظل هكذا ادعاءات. على وسائل التواصل الاجتماعي أكيد في أصوات تقول وفي حسابات تقول أنه الادعاءات الإسرائيلية خاطئة وأنه لم يتم فعليا الاغتيال نصر الله، ولكن هناك يعني آراء ثانية تقول أنه بالفعل تم اغتياله نظرا إلى صمت القيادات. نحن أمام ساعات دقيقة وحاسبة جدا. الإعلام أيضا التابع للحزب لم يصدر أي شيء حتى اللحظة لارا؟ يعني هناك حرص وحذر من ناحية الإعلام التابع للحزب، هناك تركيز على الغارات على ما يجري، لأنه هذا يوم أصلا يعني الغارات توصف من قبل بعض هنا بأنها جنونية، يعني سواء هنا سواء في البقاع الشمالي وحتى بمناطق أخرى بجبل لبنان، يعني في مناطق تخطف لأول مرة. ففعليا هذا ما يركز عليه إلى الآن الإعلام أو وسائل الإعلام القريبة من الحزب. ولكن ألفت هنا لأنه إحدى الصحف المقربة من الحزب كانت قد عنونت عنوانها الأول والأساسي إنها الحرب الشاملة، وبالتالي يعني تحدثوا فعليا عن الانتقال من هذه المعركة التي كنا نشهدها بالأيام الماضية إلى حرب شاملة. هذا يعني المؤشر الوحيد الذي لدينا إلى الآن من ناحية وسائل الإعلام المحسوبة أو المقربة من حزب الله. حدت الغارات الإسرائيلية، هل اختلفت عن قبل وبعد إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله؟ كنا نتحدث قبل قليل عن تواصل